استكمالا لتغطيتنا حول زيارة الرئيس المصري إلى السعودية، ورد إلينا هذا الخبر العاجل، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مائدة السحور في مدينة جدة. ورحب ولي عهد السعودية بالرئيس المصري في بلده الثاني السعودية، فيما عبر الرئيس المصري عن الشكر لأخيه الأمير محمد بن سلمان على الحفاوة وكرم الضيافة التي استقبل بها والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء الأخوي استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وأيضا أفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.